السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على جمال بالماضي، وين يتوعد جميع المنتخبات الإفريقية في حال يعني في المباريات الفاصلة يعني اللي غادي يلقاونا. لا بغات كيما قال مو نخرجوا من الطوب 5 ولا داخل الطوب 5، يعني اللي يلقانا ما غاديش نكونوا ساهلين معاه، ما غاديش نكونوا ساهلين اصلا، ما غاديش نكونوا ساهلين معاه مع اي منتخب متالي كاع. ويتوعد المنتخب الوطني الجزائري جمال بالماضي جميع المنتخبات الافريقيه التي ستتأهل إلى مواجهة دور الفاصل من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لنهائيات منافسة كأس العالم حسب تصريحاته. يعني وين قصد جمال بالماضي في حديثه للمنتخبات الخمسة التي ستعبر إلى الدور ذاته في المستوى الثاني، بما أن المنتخب الجزائري سيكون في المستوى الأول في حال تخطيه عقبة منافسه المباشر منتخب بوركينا فاسو بالجولة الأخيرة من تصفيات ذاتها. يعني احنا صح نقولوا باللي في حال بنا بصح استيلا سوف نفوز، جيبوتي غادي تكون مباراة تحضيرية ونتيجة تاريخية، مباراة تحضيرية ونتيجة تاريخية سوف تكون بثمان اهداف، بارتية غادي تتعاود بثمانية، بالتالي قاعد تتعاود بثمانية. هذه هي وقصد جمال بالماضي في حديثه المنتخبات الخمسة التي ستعبر إلى الدور ذاته في المستوى الثاني، بما أن المنتخب الجزائري سيكون في المستوى الأول في حال تخطيه عقبة منافسه المباشر المنتخب بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من تصفيات ذاتها. نقولوا بلي الناس لا يتهدر ويقول لك ماتش دو باراج الروتور مشي الروتور، يا ودي احنا ما احنا خولاس، انتم ماشكم حاسبين يكون عندك منتخب، يكونوا عندك رجال واقفين معك على ديفوا. ها شوف التسيير وين مليح، على ديفوا كنت نقول بلي التسيير احسن من تدريب الناس، ولا يضحكوا عليا هذه الكلمه صح الناس يعرفوها هذه، خلينا من زراري ما يعرفوهاش هذه تاع التسيير احسن من، لازم يكون التسيير احسن من التدريب. تشوف يكونوا رجاله واقفين معك، رجاله كي كانوا واقفين لي بارتي من النيجر خرجناها، بجيبوتي خرجناها، كيكونوا رجاله واقفين معاك. بوركينا فاسو كانوا نهار الاول رجاله، بوركينا فاسو ما كانش غادي تلعب لنا في المغرب، ما تلعبش والله ما تلعب في المغرب، والله ما تلعب. بوركينا فاسو كانوا كاينين رجاله قبل، رجاله اللي جاوا بعد المباراه تاع بوركينا فاسو كانوا قبل، والله ما كنا غادي نلعبوا في المغرب. تروح تلعب في تونس، تلعب في البنين، تلعب في مصر، تلعب وما تلعبش في المغرب، هذه متالي كاع كغادي كنا غادي نعطوها لكم، يعني ما كناش غادي نلعبوا. عاري وراح النيجر هودناها البلاد والاخرى ديناها لمصر، ومصر ما استقبلت اي منتخب، مصر ما استقبلت اي منتخب، استقبلت جيبوتي يعني بسبب الجزائر. هذا مكان باش يكون على بالكم، مصر ما استقبلت حتى فريق حتى منتخب، السودان حذاهم ما عيو فيهم قالوا من لا، موراها حنايا جينا قالك واه تلعبوا تريقة. وكشف التقني الجزائري بالماضي أن جميع ترتيبات جاهزة وعلى كافة الأصعدة لمواجهة أي منتخب إفريقي إذ عبر أشبالي إلى الدور الفاصل. وأضاف بالماضي في سياق أن كل ترتيبات جاهزة سواء على الصعيد التنظيمي وقراءة المسبقة لجميع احتمالات مواجهتهم لأي منتخب، أو على مستوى من رفع التحدي بالنسبة للاعبيه المصممين وبشدة على بلوغ مونديال قطر. احنا اللي بدأ نهدرها انا، وين الحاجه اللي راني فرحان بها، لعابه تاعنا موتيفين وحدهم باغيين يروحوا لكوب دي موند، خاطش على اللعابه تاعنا يلعبوا في انديه كبيره في اوروبا، خاطر ما شاء الله المحرز يهضر يقول ماني كالي في كوب دي موند، محرز بالناس يقولوا كالي في كوب دي موند، الاخر يقول لك تهدر مع مونديالي ماندي
في بياريا يقول لهم تهضروا مع واحد مونديالي سي محمد. انا مونديالي وراني راه المونديال ها وين مليحه اللعابه تاعو. انا موتيفين وحدهم باغي يروحوا يلعبوا كوب دي موند موتيفين هاكا نروح نلعب كوب دي موند. شكون هادو؟ انا نروح. هذه وين هذه الحاجه اللي تخليك يعني شاد في ذاك الخيط متين ما تخافوش. وتابع المدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بالماضي انهم ينتظرون فقط تأهلهم الى مبارتين الفاصلتين والضغط وقتها على الازرار اللازمه لاقتطاع تاشيره بلوغ منافسه كاس العالم في اشاره منه الى ان جميع الامور مضبوطه تحسبا لخوض ذلك الدور. اعتبر مدرب كتيبه محاربي الصحراء ان الوقت السابق لأوانه نوعا ما للحديث عن المنافس المرتقب في الدور النفسي، مؤكد أن محاربيه يخوضون معركة بمعركة إلى حد الآن في انتظار التأهل مواجهتين السد، وحين سيكون حديث آخر على حد قوله. حنا دروك لونترينير هذا مدرب راه يهدر المباراة الفاصلة. أنا كي نخاف من جيبوتي وبوركينا فاسو ماشي عيب. دروك هو راه يهدر على مباراة السد، ما راش يهدر لك على مباراة بوركينا فاسو. يقول لك باللي انايا غادي نكون مع خمسة الوالة ولا خارج خمسة الوالة غادي يكون عندنا كلام واحد اخر، وكلش راه منظم وكلش مضبوط يعني فنيا اداريا كلش راه يعني كلش محطوط فوق النقاط، يعني كاع النقاط محطوطين فوق حروف بالتالي كاع. واعتبر مدرب كتيبة الصحراء أن الوقت السابق لأوانه نوعا ما يعني للحديث عن المنافس المرتقب في الدور النفسي، مؤكد أن محاربيه يخوضون معركة بمعركة لحد الآن في انتظار تأهل مواجهتين السد، وحينها سيكون حديث آخر على حد قوله. ووصل في سياق قائلا إنهم يملكون الوقت الكافي لاستعداد جيدا لجميع المواجهات المقبلة التي تنتظر منتخب الجزائري بما في ذلك مباراة يعني مباريات يعني مباراة بوركينا فاسو. استعداد يعني والمباريات الودية المرتقبة استعداد لخوض نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون. وفي حال بلوغ المنتخب الجزائري الدور الفاصل محافظ على ترتيبه ضمن المنتخبات الإفريقية، فهناك احتمال كبير لمواجهة منتخب يعني غانا البنين او تنزانيا المتاهل بيناتهم في لقاء سيعيد يعني او منتخب. شوف مصر ما غاديش نلقاها، مصر منظر نقول لكم مصر ما غاديش نلقاها، هذه منظر نقول لكم مصر والله ما غادي نلقاها. وين اذ انا نقول لك باللي غادي نلقاو مصر الا في اللقاء سيعيد حتما اذهان جماهير المصريه والجزائر ذكريات مباراه الملحمه ام درمان. يعني بصح ما غاديش نلعبوا معاهم المصريين، ما غاديش نلعبوا معاهم، وهذه متالي كاع وعقلوا عليها. شنو نقول لكم؟ ما غاديش ما نلعبوش ضدهم، ماشي قضيه خايفين منهم، كاين امور وحدة اخرين، كاين امور في الخفاء. يعني انا قلت لكم ونعاود لكم غادي مي تبقى نهار ولا بقى زوج سوايع غادي نطلق فيديو نقول لكم المغرب مع من غادي تلعب ومصر مع من غادي تلعب تونس مع من غادي تلعب. عقلوا عليه، هادو ثلاث منتخبات غادي نقول لكم مع من يلعبوا. احنا جنوب افريقيا ما غاديش نطيحوا معها، خاطر علاه؟ جنوب افريقيا رئيس اتحاد افريقي يعني وين يحوس يهرب فريق تاعو جهه يعني قادر يضرب رخرة يسموها قادر يلقى تونس يدقدق تونس. يعني كاين بزاف امور، ما غاديش يلعب مع المغرب رئيس اتحاد افريقي، ما غاديش جنوب افريقيا ما غاديش تلعب مع المغرب. يعني كاين امور، يعني كاين تونس مع جنوب افريقيا، ولا بغاو يفوتوا الكاميرون يطلقوا من الكاميرون. خاطر هما التوانسه كيف شوفوا تونس شوفوا الكاميرون وشد اليوم معلق تونسي، ماشي معلق تونسي، واحد في تونسي يكتب اسماوات تاع التوانسه باللغه العربيه، اسماوات تاع الجزائر باللغه الفرنسيه، يعني هذو دي فرنسي
مي كتبت له قال لي انتوما تلعبوا مع تلعبوا بولاد فرنسا. مي كتبت له قلت له علاه تكتب الجزائريين تكتبهم بالفرنسي؟ قال لي انتوما تلعبوا بولاد فرنسا. معليش ما نحبسش يعني. يجي نهارك.